ومراه ديك البنة شبح السفرة. سافروا في كل مكان شوفوا عوايدنا، ليدين شحال بنان في طباق بلادنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في عدد جديد من حصتنا أطباق بلادنا. اليوم رانا في الجزائر العاصمة، بالضبط في عين نعجة. رانا ضيف عند السيدة نور الهدى اللي راهي رايحة تعدد لنا طبق من أطباق بلادنا. ابقوا معنا. مرحبا بكم معنا، انا معكم السيده نور الهدى. مرحبا بك مدام نور الهدى. الله يسلمك، شكرك على حسن الاستضافه. الله يسلمك. قولي لي واش راكي حضري لنا كطبق اليوم؟ اليوم راح ندير لكم ان شاء الله طاجين مشماش. نعم، نبداو نشوفوا لي زانغريديون واش عليه. بسم الله. بون، عندنا لحم غنمي، عندنا فيون داشي، عندنا البصل، ثوم، عندنا الحشيش، عندنا البيض، لافارين، ولي زيبيس في الكحل، ملح، شويه قرفه وشويه قزبر. نعم، والزيت بيان سور. بيان سور. نبداو نشوفوا طريقه التحضير ان شاء الله. بسم الله. بسم الله. حطوا الطنجير تاعنا، نديروا ان بتي بو دويل، نسكو في لافيون داشي باش تقلى. نو، نبداو نحطو دابور لافيون. نعم. بون، ما نكثروش بزاف الزيت باسكو على بالك باسكو ديجا فيها شحم، ديجا الغنمي فيه بزاف الشحم. البصل، البصل والثوم، شوية تاع الثوم. بون، كاين كاين اللي ما يحبش يدير لها الثوم، هي بوكو بلوس ديري البصل. نعم، الثوم سي فاكولتاتيف. ثم يزيد لها البنه، يزيد لها البنه محسوخ. مي توجور يقول لك زعما كي ديري لي صوص بلونش زعما يحبوا بزاف يكثروا لهم البصل. نديروا كميه ونخليوا كميه قليله نسحقوها في لافيون داشي تاعنا. نعم. بون، القزبر رانا ندير غير شويه ماشي بزاف، هي نورمالمون دار غير بالملح والفلفل الكحل، مي سي توجور عندك هذاك كل واحد يحب يدير لاتوش تاعو. فلفل الكحل، سيتو القرفان ان تي بو من بعد في لافيون داشي، نخليو يعني اللحم حتى وين يتقلى شويه ولا حتى وين يطيب باش نزيدو. هذا بينا يتقلى بيان شويه، تذوب هذاك البصل والثوم وهذاك هذيك لافيون تاخذ شويه البنه تاع هذوك لي زيبيس، لو طون اللي نكونو حنا درنا لي بولات تاعنا. بون، بور لي بولات امي توجور هاد حطوها. من الاحسن نديروها هنا يا لالا باش تسهل علينا. آه، نديرو لي بولات. دونك دوش كنا نخلطوها. نعم، كما قلتي سا سرا ميو. نديرو شويه تاع الحشيش، ولي زيبيس. الملح لازم نكونو توجور العبد لازم يكون مافيون في الملح. بون، يجي شويه لازم نكثروا الملح، يجي شويه مسوس ميو كو يجي مالح. ومن بعد نخلطوهم. بون، حنا نشوفوا لافيون داشي تاعنا، كاين اللي يحب يزيد لها البيض
وكاين اللي تخرج متماسكه بوكو متماسكه مي لكن في تعجنتيها بيان اي تو سا دوموند با البيض. كل واحد واش يحب يزيد مي دو بريفيرونس تخليها هكا باش او موان يقعد لو غو تاع لا فيوند اجي باسكو تكثري له بزاف لي زيبيس ولا ديري له دي زاديسيون صح هو يشد مي سا شونج لو غو شويه. قولي للاخت نور الهدى الاطباق سبيسيال يديروها خاصه في المناسبات ولا في شهر رمضان؟ لعبت في رمضان ماذا به كل حاجه شويه خفيفه اي تو اللي فيت هادوما لي بلا تراديسيونيل وشنو زعما غير حد يديرهم في ليله النص ولا في ليله 27 ولا مي كومام حنا دي فوا نديرو هادوما لي بلا تراديسيونيل مي نديرو اون بيتيت كونتيتي باسكو ما نقدروش نتخلاو عليهم توجور باش نتخلاو عليهم خاصه في شهر رمضان خاصه في شهر رمضان يعني هي تكون فرصه باش نديروا كاع لي بلا تراديسيونيل ونسلم كاع ديك العائله وكاع يدوا في الطبق. بون كاين هذوك العجاين بيان سور قلت لك راهم يديروهم في الـ في الـ في سبع ليله 27 او بيان في الـ في ليله النص مي الاخرين زعما هادو ما اللي فيهم المرقه اي تو نديروهم نورمال في رمضان عادي وهذا هو. بون هادو ما لي بولات تاعنا بون حنا حنديروا لكم هدايا طاجين مشمش هما يجيو دي بولات اون فورم زعما تاع المشمش من بعد نغلفوهم ان شاء الله. نعم وشنو الداخل نحطوا لهم اللوز ياك المشمش كي تاكليه تصبي لوز على الداخل. نعم الوغ حنايا نفتحوا هكا نديروا دي بولات نفتحوا كوم سا ونحطوا هذيك اللوزه هكذا ونغلقوا ونكوروها يعني يكون اللوز هكذايا بالقشر ديالو كيما حبيتي تحبي هي دو بريفيرونس حسب الرغبه حسب الرغبه. بون كاين اللي يقول لك شويه يجي مر باسكو ما يحبوش كاين اللي ما يحبوش القشور تاع اللوز. نعم الوغ يبريفير يديروها هكذا بلا شي لوز وهكاك او شوا كاين اللي ما يديروش كاع اللوز ليسونسيال هذيك لا فورم اون ديغي مشي مشى وخلاص. اكيد عارفه ناس زمان يحبوا الحاجه التقليديه غير تبدا ديري دي غوتوش من عندك ولا ما يعجبهمش الحال يقول لك لا لا تقليدي الغاز تقليدي. طلعوا على اللحم تاعنا راهو يتقلى تبقى هنايا تحركي وراكي تعصي فيه او ميم طون باش ما ينحرقلكش. نقدروا نزيدوا شويه تاع الحشيش فاكولتاتيف تانيك ان بتي بو يتقلى مع هذاك البصل ونمرقو غير شويه بسم الله. شويه يعني قسم يلصقش باش ما يلصقش برك. انا ماذا بيا يتقلى لي بيان كاين اللي يحبوا يخليو هذاك البصل ما يقليوش بيان هادي ترجع للرغبه تاعهم توت فاصون هو البصل راهو مرحي يعني يدوب من بعد ومن بعد نعم نكملوا الكويرات تاعنا حتى لي نعاونك شويه تفضلي نسيوها بحبه لوز هكا بالقشر اه بوكوا با هما لي دو راهم لوز لا ديفيرونس راهي في القشره. المرقه تاعنا راهي تغلي الحم تاعنا وبخاسك قريب يطيب حنايا واش نشدو نشدو هاد تحبين نكملو هاد لي بولات اللي بقاو لنا الطبق هذا ديروه بزاف شهر رمضان اه
ما في سير ليام، انا ليا هذا هو البريفيري ديالي، نحبه بزاف صافي كمان في لي جور نورمال نديرو. اي قاعده تحب الاخرى؟ ولا كونتيتي سا ريست او نومبر دو لا فامي ولا لي زانفيتي ديالك. تانيك كاين وحيد يزيدوا معها البطاطا يديروا لا ميم شوز، بون يحبوا يخليوا البطاطا مقطعه دي غوندال تمام و لو ميم بروسيدي درك نوري لك كيفاش او بيان يديروها يرحوها كيما برسك شويه كيما البقوده نفس الطريقه و زعما لي في العائلات اللي ما يقدروش بزاف يشريو لا فيون داشي ولا يخلطوا نص فيون داشي ونص بطاطا ثاني كتجي هايله. نروحوا نشوفوا هاد نشدوا هاد لي بولات نحطهم في المرقه طيبوا لنا والان مشاهدي الكرام نخلو لي بولات ديالنا يطيبوا ونعاودوا لكم مع طبق ثاني. والان ننتقلوا للطبق الثاني تاعنا اللي راهو رفيس. والمقادير وشنو هما؟ المقادير عندنا غسيله نعم الحليب ما زهر عندنا الزبده لو سكر غلاس ولا الجوز واللوز هادو ما سي بور لو ديكور انتيا واش حبيتي. ودوكا نبداو نشوفوا طريقه التحضير. شحال مده الفواره نتاعو؟ ماشي بزاف غير يفر غير طلع على فابور نعاودو نبلوه ان شاء الله. يعني طريقه سهله وشنو لازم لازم يكون ديجا بريباري تما هاد الرفيس تواسيه في الدار ديري السميد والزيت وتحطيه في الفرن تحطيه في الفرن يطيب ومن بعد كي يطيب تخرجيه تفتفتيه بالكسوه بالمهراس وتغربليه ا 3 ريبريز الاولى الثانيه الثالثه حتى يطيح غير هذاك الرقيق يتصفى يتصفى ومن بعد إلي بخي ومن بعد زعما أون باس ليتاب تاع تفوري يعني هو سي با كومبليكي إن شاء الله في حلقة أخرى إن شاء الله نوريكم إن شاء الله الطريقة إن شاء الله نشوفوا حنايا يعني نعرفوا الرفيس الأصل ديالو مقسنطينة نعم وناس هنا يا ألجي يديروه مختلف على هكذا بو هي بتتخ التسميات اللي يختلفوا ما على باليش أنا اسكو يعني رفيس تاع الجزائر ما نعرفوش مي أها يعني أنا نعرف رفيس اللي يديروه بطعم لا أنا ما نعرفوش رفيس اللي يديروه بطعم لا يجي أنا حلو يجي ايه؟ معاه سكر غلاس يجي تاني معاه مكسرات ايه يديروه في المناسبات كيما السفة تاع المروك هكا نعم اون كيلكو سورت نعم هكا ايه. لا هذا سي ديفيرون باسكو هذايا بالسميد تما سميد وطيبيه في الفوق ماشي كاع كسكس مي الرفيس تاني كاين تسميات اخرين كاين واحد اخرين الرفيس يقولوه على حوايج اخرين وكان نبداو بون هذايا ما زهر نشمخو بما زهر هكذا نعم فهمتيني و دونك ا شاك فوا نشمخوه سي بيان كيما الطعام كي تشمخيه وتدهنيه بيان يجي يجيك رطب ما يجيش حرش نعم نعاودو نرجعوه للكسكاس تاعنا وقولي لي اللوز نقدروا نعوضوه بكاش مكسرات وحده اخرى قلت لك انا دابيتود ندير الجوز يعني كيما في لا روسيت تراديسيونيل اللوز دي فوا زعما ترمشيه يعني يكون كونكاسي هكا تقدري تحطيه بوغ لا غارنيتور تقدري تحطيهم هكذا كيما راهم هذاك سا غاست ان شوا مي هو لو فري يجي غير بالجوز نعم كاين كالكو فاميلي يحبوا يحطوا لداخل اللوز
يعني واحد يقعد ياكل ومن بعد يلقى هذيك الجوزه صافي بليزير في لا بوش سا دون انغو. يعني هذا هو الطبق الاصلي تاع رفيس بون لا دي موديفيكاسيون موديفيكاسيون غير في ان شاء الله في لا بريزونطاسيون برك ان شاء الله ماشي غران شوز ان شاء الله نشوفوا اذا زاد فر رفيس ديالنا. يعني خلاص المده تاع الفوران ديالو ولا يزيد يفور؟ لا لا كي نزيدو له الحليب نزيدو نحطوه يفور. نعم حطي له هكذا الحليب ونحركو. شحال المرة يفور نرفيس؟ ديجا يكون فيه هذاك الزيت. نعم. تفوريه وحده ومن بعد لا دوزيام فوا تفوريه مع المزهر. نعم ومن بعد الحليب ومن بعد دوكا نشوفوا الطريقه تاعها. نعم اه هكذا دوكا كي يشرب الحليب نعاودو نفوره. نعم اه معليش سامحيني باسكو جو في اتيليزي مي ما علاش هكذا على الطريقة التقليدية؟ اه باسكو ما تحسيلوش بلاكويار امبوسيبل مام هادوما لي غرومو اون اساي نفتحوهم على بها. قلت لك من قبل دي فوا تزيدي له شوية بزيادة قادر يغلبك يجي بزاف. دركا سولون سميد كاين سميد لي يشرب كيما الطعام طعام انتي ولا دي فوا تزيدي له بزاف يغلبك دي فوا ديري له غير شويه يجي بزاف ناشف. حنا ماذا بينا دركا يشرب لنا الحليب باش ما يعجنناش. حنا ماذا بينا نعاودو نحيو هاد الاطباق التقليديه. بيان سور بيان سور على خاطرش راهي قليله في هاد الوقت كان يديرو في المولود تانيك. مي دي فوا كي هادو ما الحوايج اللي يجيو الاطباق اللي يجيو مودرن يطغاو علينا دركا ماذا بينا حاجه تكون سهله على فافيت نديروها وخلاص. وهذا هو الهدف تاعنا من حصه اطباق بلادنا. هذا هو بيان سور حنا ماذا بينا نعرفوا بالتراث تاع بلادنا لا كويزين الجيريان. على ما اظن خلاص هي شربت شربت حطوه يفور. دونك هذا هي سان بلا كومبليمونتير بيان سور. بون قلت لك في الافراح كيما قلت لك هاكي على بالك توجور عندنا الشربه باغ اكزومبل كاين بزاف طواجن يديروا بزاف طواجن طاجين طاجين جبن طاجين بزاف طواجن هكا ولا او بيان دي هدايا طاجين شوا كاين بزاف عفايس ومن بعد هذا يختموا به. نعم كيما المرقه الحلوه ولا طاجين حلو صافيك حاجه حلوه على الاخر. اني نشوف فيك عندك معلومات كثير على الاطباق التقليديه. آه الله يسلمك. هاد الفضل يرجع لجداتي لي دو غومير ربي يطول ان شاء الله ماتيرنال وباترنال الله يرحمها وربي يعيش لي الماتيرنال ان شاء الله ان شاء الله. لازم العبد يل بروفيت من هاد لي غومير باسكو فريمون عندهم كنز كبير طبعا وهاد الاطباق نورثوها من عندهم من عندهم يل بروفيت العبد على قد ما يرفد وقليله راهو توجور راهو يتعلم. نعاودو ردوها هذه هي التفويره الاخرى هي ما تشدش بزاف الوقت. نعم من بعد في الاخير نضيفوا لها زبده ونضيفوا لها العسل وهذا راجع ليك تحب لي مش متوفر عندها دير العسيله عاديه اللي راهي في الاسواق ولا تطبخها في الدار ولا صاغست او شوا تاع يعني حسب الرغبه حسب الرغبة وحسب المقدرات عليك هذا هو. نعم ودوكا مشاهدي الكرام نخلو رفيس ديالنا يفور ونعاودو نولو لكم معالي بولاد تاع الطبق الأول باش نقليوهم.
نعاودو نرجعو للطبق تاعنا. تمام. راهو طاب لي بولات دو فيون داشي واللحم تاعنا. بسم الله. ونحطو المقلة ديالنا تسخن. بسم الله. دوكا نسيباريو لا فيون داشي مع اللحم. نعم. دوكا حنا نسحقو لي بولات دو فيون داشي باش نقلوهم. نغلفوهم بلا فارين والبيض. يعني هكذا راح نديرو ان دوزيام كوش باش نقليوهم. نعم. نعاودو نقلوه باش يعطي الهيئه تاع المشمش. بيان سور المشمش هاد لا كولور ماشي ديالو. كون شويه اصفر رايح للاورانج. بون البيض افيك لو طون تاع ابوبخي تعرفي شحال تقدري تيتيليزي. مي انتي ولا كونتيتي. لا يعني لا كان لا فام ما حبتش تخسر بزاف البيض واش عليه دير اون بوتيت كونتيتي اشك فوا. بعدا ما كفاهاش خلصها تزيد وانتي ولو شوا ديالك تحبي. مام يعني ولا اذا جاتك يعني هاد لا كونتيتي جاتك بزاف كبيره شتيها بلي بزاف كبيره ولا فيون داشي تاعك خلاصت سي با غراف اون جات ريان دون لا كويزين. نقدروا هذا الخليط نوتيليزيوه في حاجه اخرى. اكزومبل كيما قلت لك تقدري ديري في البطاطا. كاين واحد اخرين اللي يحبوا يديروه في مام في دوطغ ليغوم هذاك الخليط يغلفوا به. غلفي به واش حبيتي دي مورسو دو بولي ولا بوم دو تير ولا كورجيت ولا واش حبيتي. ولا تحبي تقليهم وحدهم. تقليهم وحدهم يجيو هايلين. تحطيهم هكذاك شباح ولا تعطيهم الاولاد ياكلوهم. يعني باش ما نخسروش ما نطيشوهمش. انا حطينا له البيض ولا لا فارين وحنا رانا نحركو ونشوفو ابوبخي لا كونسيستونس تاعو. ما نضيفولهاش كاع توابل. بون هاني واش حنقول لك انا. هي في الصح يديروا لها غير الملح. مي تعرفي بون باش نحيو هذيك الزفوره حاشاك تاع البيض. نعم. نقدروا نديروا اضافات منها. انا ندير اضافات. ندير لها شويه الملح. دوك نخلطوا لها نحطوا لها شويه الملح باسكو هذيك لا كروت اللي من برا. ديروا لها شويه الكحل وتانيك تقدري ديري لها واحد لانغريديون لي يوالمها اللي هو هذه شويه برك تاع القرفه غير راس المغرف باسكو القرفه كاين اللي يحبوها كاين لا سولو لو غو. قلت لك انا نزيد له شويه تاع الحشيش شويه ماشي بزاف تاع دون ان غو. مالغري كاين دراري اللي ما يحبوش لي يعني الدراري ديالها ما يحبوش الحشيش تقدر تستغنى عليه ماشي لازم يعني. ولا المعدنوس ما انا نحبه بزاف هذه قلت لك ساغاست ان لانه المعدنوس ثاني مفيد للصحه. مفيد للصحه واون بليس يقول لك بلي زعما المعدنوس هو اللي يخرج بزاف مع لي صوص بلانش. نعم. حتى وين تتعقد شويه تعقد باش يتغلف لنا هذاك هذوك لي بولات يتغلفوا لنا بيان. مازال نزيدوا لها الفرينه. مازال و سي با غراف لكن غلباتك تاني كلا فارين تقدري تضيفي البيض ما يعني ما كان حتى مشكل. حنا رانا نهضروا على الطبق الاصلي وانتيا واش حبيتي تزيدي تقدري تزيدي. دركا نشدو هاد لي بولات نبداو نغلفوهم نحطوهم هنايا هكذا راهي تبان بلي ثقيله.
تبان تقدر تغلبها. وهكذاك تقدري زعما تشوفيها راكي تجربي، كاين اللي جربوا وحده من قبل دافونس طبعا باش يشوفوا اذا راهي ثقيله ولا لا. هكا تبي تشوفيها ديري هكذا. نعم. وتشوفيها لكن راهي مغلفه، ولكن حبيتيها اثقل من هكا تقدري تزيدي لها يعني سي با غاف. ودوكا مشاهدي الكرام نخلو مدام تكمل القليه نتاع لي بولات ونعاودو نولي لكم طبعا مع مائده اطباق بلادنا. الحمد لله انا كملنا الاطباق ديالنا. عندنا هذا الطاجين المشمش من بعد ما قلينا لي بوله دو فيون داشي حطيناهم في لاصوص ودرسيناهم هكا في لاسيات وتشبحي بالسيترون والدبشه، وزدنا احنا اضافات اللوز باش يبان باللي راه فيه من داخل اللوز. ثاني كرفيس من بعد تفويره هذيك الاخرى درنا له زبده والعسل وشبحناه بالجوز وسكر غلاس. والاضافات اللي درناهم لي غران دانيس هادو ما اون كولور اون بلوس زدنا حبيبات تاع اللوز. نعم يعطيك الصحه السيده نور الهدى على هاد الاطباق اللي عديتيهم لنا اليوم. الله يسلمك. قولي لي شنو هي الكلمة الأخيرة اللي حبيتي تقوليها للمشاهد؟ بون نقول للمشاهدين رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله، وإن شاء الله بالصحة والهنا، وإن شاء الله ما تنساوش توجور توجور الأطباق بلادنا وتقاليد بلادنا هما اللي لازم يكونوا سيغتو في رمضان. وانتم مشاهدي الكرام نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإن شاء الله الأطباق تاع السيدة نور الهدى يكونوا نالوا الإعجاب ديالكم. وإذا حبيتوا تشاركوا معنا في حصتنا أطباق بلادنا ما عليكم غير تتصلوا بالرقم اللي راهو ظهر أسفل الشاشة. معليا غير نقول لكم نتلاقاو في عدد آخر من حصتنا أطباق بلادنا مع أطباق أخرى. سلام. كل تشرة نلقاو مرا ديك البنة شبح الصفرة، كل تشرة نلقاو مرا ديك البنة شبح الصفرة. سافروا في كل مكان شوفوا عوايدنا، ليدين شحال بنان في طباق بلادنا.